هذا هو الحد خلقنا فيها آلية من آليات الدعم وإنشاء مؤسسة المساهمة الشيخ البطالي حيث تدعم صندوق وطني البطالة الشيخ البطالي لممارسة أي حرفة أو إنشاء مؤسسة في مختلف مجالات قطاع الصناعية أو قطاعات صناعية أو تجارية أو تجارية. صح الفئة الثلاثين 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 كاين اقبال في لجنه التحكم السوي لهذا في لجنه التمويل للمشاريع الجامعه في الجامعه شكرا رشيد.
ما شاء الله الله يبارك. هذه واش الاستعمال؟ هي جهاز خاص بالعيون البصريه في نظر الطبيب، صافي من فحص الطبي حتى يخرج من نظر الطبيب. يخدموا بها يعني الاطباء تاع المتخصصين وبحث البراءة الاختراع تاعك؟ لا درت غير تاع الكيتيكيه برك هذا. اها عطيني اساس الجواب صار مازال. اسكو الصندوق الجديد هذا تمويل المؤسسات الناشئه ولا اسكو ما مازال هذا وين نحط الملف تاعك في الوزاره الجديده؟ راه كاين مازال ما داروش غير مديريات على مستوى الولايه. كاين في العاصمه اللي غير سؤال بسيط السيد. يا انت هذا في التخصص تاعك ولا انت في التخصص ويشوف النتائج. لا انا كذلك الغرفة الوطنية تاع الصناعة التقليدية درتنا وراء ديستاج تكوينات هذه اللي نقوم بالقضاء تاعهم مع مؤطرين إسبان قرينا على واحد التقنية يسموها البيت فاير منتشرة بزاف في الجنوب الأمريكي المدول يقولوا لها تاع المهم المكسيك وكلش هما عندهم فوالا يلولوا بالطين بعد صافي داير الطين يلولوها بالطين باش تخلصوا منها واحد الليكرا يلولوا بهم. انا ركزت على هذيك التقنيه وزدت لها صوالح من عندنا واشتغل من حجي 100%. هديتك للجامعه ان شاء الله هي دروك ياكشوا هذا ماهمش صوالح يدوم ان شاء الله نجي ندير لهم فيه هنا دراس ونغطيها لهم باش الذري يعرف باللي كاين قبض يعرف شكون يعرف السله تاع خبز بصح هو يا دوك راه يعرف السقه يعرفها بصح كيما الطبق ما يعرفهاش. شرفتينا اختي سلمى شرفتينا بالمرحبا نديرها من ان شاء الله باه يعني الجيل اللي راه طالع لينا ما ينساش الدوم ويعرف الصوالح تاعنا تاع الاصل. هذا مناسب للبيئه
يحافظوا على البيئة. هذا خير من البلاستيك، أحسن من البلاستيك. بالعكس لازم نرجعوا له. صحيح. هذا عندنا اللي بارك الله فيك خالتي زهرة. المقلاع. لا ما نسيت. اسمع انا روحي بارك الله فيك خالتي زهرة. مرافقه تاع اصحاب المشاريع على جال باش نفهموهم ووعوهم على التغطيه الاجتماعيه تاعهم. بارك الله فيكم. صحيح شرفتونا بالزياره تاعكم. مرحبا. سافر. ايوه معليش ما شرفت. بارك الله فيكم. الله يسلمك. هذه مؤسسه سوتي بلاس، مؤسسه وطنيه انشئت 1977، توظف اكثر من 200 عامل، تقوم بتحويل بلاستيك، تخدم اليوتيوب فيوج دي غاز، كاين تي فيوج دي اوف، وتخدم لهم بلاش. انا نسمعوا وعندنا ايزو 9000 وعندنا 14000 قال لي الشيخ سيرتيفي وعندنا الهم لي ريستوريزاسيون تاع لا فابريكاسيون قمنا مؤخرا سيدة المدير باستثمار قيمته اكثر من 8 مليون دولار تجديد الهيكل تاع المؤسسه. هذيك تابع لينا في الجهه تابع لينا تابع لينا هي في لازون اسمها اسمها في بيكس بلاس. اللي تخدم بوليستيرين وفيلم فيلم اغريكول اللي عندي سيتر اقل سعر اقل تكلفه ولا البرودوي اللي يجي من الخارج على بالناش لا نتاعنا هذا المتباع كوميرسيال هذا معنا اقل تكلفه من الخارج اقل معكم كوسيدر لي بروجي تاع كامل كامل لا ما نديروش لا مازال 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 دور تاعنا كأخصائيين هو توجيه الشباب من الانحرافات ومن الأمور على شؤون الوصل الاجتماعي إلى الاتجاه هذا الابتكار، يعني الشاب ابتكر ويختار يعني مش يختار يعني شغل ايش عنده يعني الابتكارات من الأفكار من كل شيء يعني مميز عنده باش يعني يوجه نفسه إلى عالم الابتكار وعالم الاختراعات وعالم نبدو كذلك التواكم مع المجتمعات يعني منقودوش هذا فاسيون مع المجتمعات يعني دائما حاول دائما حضرتو للمجتمعات المتطورة. هذا هو الدور الإخصائي. وكذلك رانا نقوم بهذا قافلة تجوب يعني مناطق الولاية من موسلي المقاتل إن شاء الله تمس بشير عندنا غنايا يعني قافلة المقاولة قافلة المقاولة إن شاء الله تجوب جميع مناطق الولاية تشرف. بارك الله فيك. المقر تاع كثير من مؤسسة الشباب وكان كاين في الإخصائي مقر مؤسسة الشباب كاين إخصائي الشباب وكاين لانات من ناحية الدولة لانات الله يبارك خبرني بالبروبي تاعك وهذا الشركة اكتيفيك تكبر اكتيفيك الشركة تاعنا عندنا موريتور نخدمو لي بروبي تونتركية اوتوموبيل الوقت الحالي ديمارينا عندنا واحد 8 موان لي ديمارينا ديمارينا بلا موس اوتوموبيل هذه تنحي الاسم هذه 1 لتر ويزيدو لها 50 لتر تاع ما الله يبارك ديالي 50 لتر تاع ما تغسل لك 14 بواطيل 1 لتر
يديروا على لاكاروسري هكا تهبط هي وحده لبسه ماشي بلا ما تفروتي مواد سؤال بسيط يا هل ترى هذا لا كومبوزيشن تاع هذا الليكيد هذا نتاعكم شي ليبتيكار تاعكم ولا بون نخدموا بيزون لا ماتي بريمير لي طونج كاين الالمان لا شين والهند فابريكاسيون تاعنا هنايا ديفلوب ديفلوبي زعما لا فورميل لي نورم انترناسيونال تري بيان ما تخافش ميم بي اش تاعها نادر ماشي لي دور لا بواتير ولا شي اسيت صح بالنسبه للبيئه هذا ترى محافظه على البيئه ولا بيئه محافظه بون اللي يدو كامل ماشي مليح البيزاج تاع اللي يدو مش تاع يدو داكور ايه بصح البيئه ما تضرش البيئه صح كل انتاج تاعكم يمشي الناس تعرف الميزه التنافسيه انا درجه ما نساش انا كم اللي بديتو وي مو فات عندنا في لا كوميسيون خاصه فات عندنا في لا كوميسيون الناس نشوف من بعد نزيدو المستقبل القريب نزيدو تاع الطابلو كبور ليفتينغ مونتير صوره جمعيه صوره وراه المواد سيدي مودي جامعه اظن وي توفي ان شاء الله الله يحفظك ربي يبارك فيك شرح فورميلي 100 ميكرو وراه مسجل في مع السجل التجاري باش تكون عنده سبونسور لو مولو باش يكسر ان شاء الله نلحق لك معليش معليش هات لي كارت فيزيت مختص في صناعة مواد تجميل طبيعية. دونك حنا رانا متمركزين في الشقية الشلف. يبارك فيك. دونك عندنا دي صابون، دي كريم، إكسيتيرا. وكل حاجة محسنين. لا بوتي خير مستحضرات التجميل سي لا كوزميتيك دونك لا ماتيغ بريميغ رانا نجيبوها من الجزائر العاصمة الحمد لله كاين مواد أولية تصنع على فارماسيوتيك لا سي كوزميتيك كوزميتيك خش لا فارماسيوتيك مواد أولية رانا نجيبوها هنا من الجزائر كاين الحمد لله مواد أولية اللي راهي تصنع في الجزائر كاين لا سي لامبورتاسيون شو عندنا دي زامبورتاسيون دونك المشكل اللي عندنا سي لومبالاج لومبالاج باغ إكزومبل هذا سي لومبالاج دو لونفير صح إلي ديسبونيبل مي هذا باش اللي كان يصبوا درك ماشي سرعوا هذا باغ اكزومبل هذا سي لامبورتاسيون بورتون ساهل لا هذا باغ اكزومبل سي لي بواط دو كريم رانا نجيبوهم لامبورتاسيون بالك غدوة من ذاك هذيك من لينا كونتيتي روح عند لامبورتاسيون ما نصيبهاش دونك لو كليون هو اللي فلاح واد هادي كي تجي تقنعو بلي لا ما يتقنعش دونك سي هو سي سي شير باغ اكزومبل هادي رانا نشوها الفاغي اونتر 57 على 60 دينار C'est cher. دونك نورمالمون هادو هما واش عندنا مشاكل ميم مادا ان شاء الله هنا الديسبوزيتيف كاع ياخذوا بعين الاعتبار لي بروبليم تاعو لا نيم ترجع لنا لونسيان سيستم تعاوننا او موا ان سالاري الدولة تعاوننا هي تخلصوا مؤسسة مصغرة هذا وين بدا باه اللي تكسبها تروح تخلص ليها الاخر سي 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 لو او موا تكون لنا عندك سالاري يعاونك شوية ولا دو او موا تطلع بالخير شكرا سيدة المحترمة شكرا Personnalisé. Personnalisé. Personnalisé.
شكرا بارك الله فيكم.